هنتكلم النهاردة عن السيلولار ايفنتس اوف اكيوت انفلاميشن، يعني التغيرات اللي بتحصل على الخلايا بتاعة الدم اثناء حدوث الالتهاب. في عندنا 5 تغيرات كبار. اول حاجة الليكوسايت مارجنيشن اند رولينج، رقم 2 الليكوسايت ادهيجن، رقم 3 الترانس مايجريشن، رقم 4 الكيموتاكسيس، رقم 5 فاجوسايتوزيس اند دي جراديشن. اول تغير بيحصل لنا هنا ده الستبس اللي بتحصل، ان احنا اول حاجه يحصل لنا رولينج لليكوسايت، يعني هتيجي من السنتر تبتدي تدخل على البريفري بتاعه الاندوثيليوم اللي مبطن للبلاد فيزل، هيحصل لها اديهيجن. بعد كده بنبتدي حاجه اسمها ترانس مايجريشن، يعني بنعبر الجدار ما بين الانتكت اندوثيليال سيلز لبره علشان تروح للمكان اللي حصل لنا فيه البكتيريال انفكشن. ده الاستيمولس حدوث البكتيريال انفكشن بيروح يجذب لي بيعمل لي كيموتاكسيس واكتيفيشن لليوكوسايت على المكان ده، وبيعمل لنا اندوثيليال اكتيفيشن وبينشط عبور اليوكوسايت من خلاله زي ما هنعرف. اول حاجه مارجنيشن، مارجن يعني طرف او حافه، ان احنا المفروض ان النورمال اكزيال ستريم ان البلاد سيلز كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء بتكون ماشيه في السنتر في منتصف الوعاء الدموي في السنتر بتاعه، والبلازما بتكون ماشيه على المارجنز فوق وتحت. امال ايه اللي بيحصل؟ بيحصل لص للنورمال اكزيال ستريم ده، يعني الوايت بلاد سيلز بدل ما كانت ماشيه في السنتر بتبدا تسيبه وتروح للمارجن، تروح للحافه كده. ايه الاسباب اللي بتخلي القصه دي تحصل؟ اول حاجه لص اوف ذا نيجاتيف تشارجز اون ذا سيرفيس اوف ذا ليوكوسايت. الليوكوسايت نورمالي لو ما فيش التهاب بيكون حواليها هنا كده نيجاتيف تشارجز، النيجاتيف تشارجز دي تتنافر مع النيجاتيف تشارجز اللي على الاندوثيليال سيلز، وبالتالي بيحصل ما بينهم تنافر فبيحافظ عليها ان هي تفضل مبتعده عنه وماشيه في السنتر بتاع البلاد فيزل. لما بيحصل التهاب بتفقد النيجاتيف تشارجز ديت وتنجذب ليه، بيحصل لها رولينج عليه. رقم 2 ستيزنج او ستيزس اوف ذا سيركيوليشن، ان بيحصل سلوينج داون او ركود في الدوره الدمويه، ده بيدي الفرصه لليوكوسايت ان هي ما تنجرفش مع تيار الدم، بل العكس كان تيار الدم كده بيهد خالص ويسمح لها ان هي تنزل منه وتروح تلزق على الجدار بتاع الاندوثيليال سيلز. رقم 3 ان الار بي سيز ستيك تو ايتش اذر، تمسك في بعضها، لما بتمسك في بعضها بتزيح الليكوسايت والوايت بلاد سيلز للايه؟ للطرف، وبالتالي بيحصل مارجنيشن اوف ذا ليوكوسايت. ايه الرولينج؟ رولينج يعني التفاف، كان احنا بنجيب حاجه وبنبرمها او بنلفها على الاندوثيليوم. ديورنج ذيس بروسيس، اثناء العمليه ديت بيحصل تنشيط لحاجتين، للوايت بلاد سيلز وللاندوثيليال سيلز. يعني احنا هنا بنعمل حاجتين، بنعمل اندوثيليال اكتيفيشن، بننشط الاندوثيليال سيلز دي، وبننشط الليوكوسايت نفسها. تمام؟ ده هيسمح لنا بايه؟ اكتيفيشن للوايت بلاد سيلز والاندوثيليال سيلز، دي ادهير لوزلي، بيمسكوا في بعض بضعف وترانزانتلي لفتره مؤقته عن طريق ماده اسمها سيلكتين، زي ما هنعرف دلوقتي الفرق ما بينها وما بين الانتجرين. تمام؟ الخطوه اللي بعد كده انه هيحصل ادهيجن للنيوتروفيلز اللي ثابت السنتر بتاع البلود ستريم، وتدخل بعد كده على الايه؟ على البريفري. الوايت بلاد سيلز هيحصل لها ايه؟ فيرست رول بتبتدي تتحرك او تتلف على الجدار بتاع الاندوثيليوم، الجدار المبطن للوعاء الدموي. الرولينج ده هيخليها اكتيفيتد، هتتاكتف، بعد ما تتاكتف هتلتصق للاندوثيليوم، ادهير تو ذا اندوثيليوم. بعد كده بيحصل عمليه كبيره اسمها ترانس مايجريشن، ان هي بترانس مايجريت اكروس ذا اندوثيليوم. It bears the basement membrane، بنسمي العمليه ديت حاجه اسمها diabetes. ايه الدايابيتيزس؟ هوري لك هنا صوره للدايابيتيزس. زي ما انت شايف كده الدايابيتيزس، ان الوايت بلاد سيلز اللي كانت في السنتر بتبتدي تسيب السنتر بتاع البلاد سبلاي وتدخل على البريفري، وبعدها بتدخل على الايه؟ البريفري بتاعت الاندوثيليوم، تبتدي تعمل ترانس مايجريشن، تعبر من هنا لهنا، وبعد كده تبتدي تغادر ما بين التو انتكت اندوثيليال سيلز. تمام؟ دي الدايابيتيز. مايجريت توورد كيمو اتراكتنت، في مواد كيميائيه بتعمل اتراكشن، جذب للوايت بلاد سيلز،
وبالتالي هي كانت ماشيه في السنتر بتاع البلاد فيزل، هتسيب وتروح للوول بتاع الاندوثيليوم، بعد كده هتخترق الوول بتاع الاندوثيليوم وتعدي ما بينه، تمام؟ استجابه للاتراكتنت، للمواد اللي بتجذبها. المواد دي جايه منين؟ كومينج فروم ذا سورس اوف انرجي، جايه من المصدر بتاع الاصابه ان ذا اكسترا فاسكولار سبيس، في المكان اللي خارج الجدار بتاع الوعاء الدموي. طيب احنا عايزين هنا نفسر الدور اللي بيلعبوا المادتين دول، السلكتينز اند انتجرنز. سلكتينز اند انتجرنز، السلكتينز احنا اتكلمنا عليه ان هو ده اللي بيعمل لي ويك وترانزيانت ادهيجن ما بين الاندوثيليوم وما بين الوايت بلاد سيلز، تمام؟ في الرولينج زي ار ميديتد باي سلكتين فاميلي اوف الادهيجن مولكيول. السلكتينز زي ار ريسبتورز اكسبريسد اون الليكوسايت اند ايه؟ اند اندوثيليومز، مستقبلات موجوده على الجدار الخارجي بتاع الليكوسايتس وبتاع الاندوثيليوم، بتخليهم هما الاثنين يلتصقوا ببعض بشكل ضعيف وبشكل ترانزيانت وبشكل مؤقت. الانتجرينز ده بروتينات ترانس ممبرين جلايكوبروتين موجوده على البلازما ممبرينز، على السيل ممبرين بتاع الليوكوسايت. جميل. علشان تعمل ايه؟ علشان تعمل لي العكس، تعمل لي فيرم اند ستيبل اتاتشمنت اوف الليوكوسايت تو ذا اندوثيليال سيل. يبقى انا في عندي مادتين بيعملوا لي نوعين اتنين من الادهيجن، السلكتين بيلزق للوايت براد سيلز بس بشكل ضعيف وبشكل مؤقت، والانتجرينز بيلزقها لي بشكل صلب وبشكل ايه؟ دائم. طيب الترانس مايجريشن نفس الكلام اللي احنا قلناه، ان الاكتيفيتد وايت بلاد سيلز بتمتلك اميبويد شيب، اميبا اويد يعني شبه او لايك، يبقى شكل شبه الاميبا وموفمنت شبه حركه الاميبا، زين كراول بعد كده بتزحف اوفر الاندوثيليال لايننج تل ريتشنج ذا انتر سيلولار جنكشن، لحد ما بتوصل عند نقطه جنكشن ما بين اثنين اندوثيليال سيلز، حاجه زي كده. تفضل هي تيجي هنا اهي، بعد كده تبقى شبه الاميبا، تبتدي تزحف لحد ما توصل عند انتر سيلولار جنكشن، عند جنكشن ما بين التو سيلز، بعد كده تعمل لنا ترانس ميجريشن تعبر الجدار بتاع البلاد فيزل. زين باسز تو ريتش ذا بيزمنت ممبرين. افتر ذات زي بنتريت ذا بيزمنت ممبرين، بعد كده بتخترق البيزمنت ممبرين عن طريق ان هي بتطلع انزيم اسمه كولاجينيز انزيم ذات ديجريدز بيزمنت ممبرين اند تشو، اللي بيحلل البيزمنت ممبرين والانسجه علشان تشق طريقها للمكان اللي فيه الانفكشن. طيب التايمنج، لما بيحصل انفلاميشن النيوتروفيل هي بتكون اول حاجه بتسيطر لي من 6 ساعات لحد اول 24 ساعه، بعد كده من اول 24 ساعه لاول 48 ساعه بيبقى في خليه اسمها المونوسايت. المونوسايت لما بتبقى في الكونكتيف تيشو او في الانسجه بيكون اسمها ماكروفاجس او هيستوسايت. العمليه الرابعه اللي بتتم كمان لليوكوسايت هي عمليه الكيموتاكسيس او عمليه الاتراكشن او عمليه الجذب، ان احنا عايزين نجذب كرات الدم البيضاء من الجدار بتاع الوعاء الدموي الى المكان اللي فيه التهاب او اللي فيه انفكشن ومحتاجينها فيه. تيز ا بروسيس باي ويتش ليوكوسايت مايجريت، بتهاجر توورد سايتس اوف انفكشن، اتجاه المكان اللي فيه الانفكشن اور انجري. ده دايركت ايه؟ موفمنت الونج كيميكال جراديانت، في ماده كيميائيه بتفضل تتفرز والليوكوسايت تتبع الماده ديت من اول مكانها في البلد لحد المكان اللي فيه الانفكشن. ده بيحدث بعد ما تبقى اكسترافازيتنج فروم ذا بلد، يبقى هي بتتبع الماده الكيميائيه ديت لما بتخرج من الجدار بتاع الوعاء الدموي. طيب ايه الكيميكال ميديتورز المسؤوله عن عمليه الكيموتاكسيس؟ في بكتيريال برودكتس، منتجات من البكتيريا تتفرز فالوايت بلد سيلز بتحس بيها فتروح عشان تهاجمها. سيتوكاينز كومبوننت اوف الكومبلمنت سيستم اللي هو سي 3 اي وسي 5 اي، برودكتس اوف لايبوكسجينيز باثواي اوف الاركيدونيك اسيد والليوكوترينز، ودول احنا شرحناهم في فيديوهات مستقله وعرفنا ان هم بيعملوا لي عمليه الكيموتاكسيس. ايه اهميه الكيموتاكسيس؟ بيقول لك كيموتاكتيك مولكيولز بايند تو سبيسيفيك ريسبتور اون ذا سيرفيس اوف الليوكوسايت، ماشي، اند اكتيفيت اتراكت ذم تو ذا اريا اوف الايه؟ اوف الانفلاميشن، اللي هي عوامل جذب او عوامل مساعده بتروح تمسك لي على السطح على السيرفيس بتاع الليوكوسايت وتنشطها وتجذبها في المكان بتاع الالتهاب. طيب معايا عمليه مهمه جدا اسمها فاجوسايتوسيس. فاج يعني ايد، فاج المفروض ساي سي يعني سايتو يعني خليه، اوزس يعني بروسيس. It is cellular process of phagocyte of engulfing. engulfing يعني ابتلاع الاورجانيزم زي مين؟ زي البكتيريا باي سيل ممبرين تو فورم ان انترنال فاجوسوم، ان احنا الجسم الغريب بيجي بنحوطه بالاذرع بالسودوبوديا زي ما هنعرف كمان شويه وبنحطه جوه فيزيكال منبتلع. زي ما انت شايف هنا ده الفود بارتكلز، الخليه بتبتدي تطلع
السلم برين بتاعها اللي كان شكله كده سموث كده لا يبتدي يكيرفت، يطلع لي اذرع من هنا واذرع من هنا. بعد كده البروسيس دي بتفضل تكبر تكبر البروسيس لحد ما تقابل بعضها، تمام. وبعد كده بيبتدي اللايسوسوم اللي جوه الايه الخليه تحوط الفاجوسوم ده، وبعدين نبتدي نعمل له دايجيشن ونحلله. رقم واحد ريكوجنيشن التعرف والاتاتشمنت والالتصاق، وفي البكتيريا تو ذا انجستنج ليوكوسايت انجلفمنت ابتلاع والسبسيكونت فورميشن اوف فاجوسيتك فاكيول، ان انا كونت فاكيول كونت حويصله. رقم ثلاثه كيلينج اند ديجراديشن اوف الانجستد ماتيريال. ان انجلفمنت سودو بودز اقدام كاذبه ار اكستند اراوند ذا اوبجكت حوالين الماده اند فورم فاجوسيتك فاكيول او فاجوسوم. ذا ممبرين الجدار بتاع الفاكيول فيوز وذ ذا ممبرين اوف اللايسوسوم ريزلتنج ان ديسشارج اوف ذا جرانيولز كونتنت اونتو ذا فاجو لايسوسوم. في بقى عمليه اسمها اوبسونيزيشن. عمليه اوبسونيزيشن ديت احنا بنسميها عمليه الشراسه، ان احنا عايزين الفاجوسايت او الليوكوسايت تبقى شرسه اكتر اتجاه البكتيريا. فبنعمل ايه؟ بنجيب ماده نغلف بيها السطح الخارجي للبكتيريا، يعني دي البكتيريا، جميل. الاوبسونيزيشن دي ان انا بجيب اوبسوننت، تمام، احطها اللي هي المواد الخضراء دي احطها على الجدار الخارجي للبكتيريا. تعامل الماكروفاج او الليوكوسايت بيكون اقوى بكتير لما البكتيريا يكون عليها المواد دي غير لما تكون البكتيريا من غير المواد دي، اتفقنا؟ It is coating كانها بتلبس كوت كانها بتلبس معطف اوف البكتيريال سيرفيس باي اوبسوننت. احنا بنجيب الاوبسوننت ونحطها على البكتيريا. Which bind to specific receptors on the leukocyte to facilitate its phagocytosis. والليوكوسايت او الفاجوسوم بيبقى عليها ريسبتور بتمسك في الايه في البكتيريا اللي عليها الاوبسينين، فبتسهل عمليه الفاجوسايتوزيس. ايه بقى الامبورتنت اوبسينز؟ يعني ايه المواد اللي لما بتمسك في البكتيريا بتحفز الخلايا المناعيه عليها؟ قال لنا اول حاجه انتي بوديز اوف الاميون جلوبولين جي ذات بايند تو مايكروبيال سيرفيس ايه انتيجين، اللي بيروح يمسك على السيرفيس بتاع الميكروبس. البرودكتس اوف الكومبلمنت بروتين زي سي 3 بي كل كتينز تمسك فين؟ ويتش بايند تو مايكروبيال سيل وول شوجر جروبس اللي بتمسك في مجموعات السكر اللي بتكون الجدار بتاع البكتيريا. بايندنج فور اوبسونايزد بارتكلز تريجرز لما المواد اللي عليها اوبسوننز ديت بتيجي تتحد مع البكتيريا ده بيشعل تريجر الانجلفمنت الابتلاع اند انديوسز وبيبتدي السيلولار اكتيفيشن ذات انهانسز ديجراديشن اوف ذا انزيستد مايكروبس واللي بيزود عمليه الهضم بتاع الاجزاء بتاعتها. طيب ازاي احنا كده خلاص الجسم كان بره الخليه عملنا السودو بودز وعملنا الانجلفمنت وابتلعناه جوه، عايزين بقى شويه كام سلايد الجايين دول نبتدي نحدد ازاي بنعمل له عمليه الابتلاع. عمليه التدمير بتتم يا اما عن طريق مواد بتعتمد على وجود الاكسجين اكسجين ديبندنت او اكسجين نون ديبندنت ميكانيزم. بيحصل فاجوسيتوزيس، لما بيحصل الفاجوسيتوزيس ده ستيميوليت بيرست ان الاكسجين كونسامشن، ده بيستهلك نسبه كبيره من الاكسجين، جميل. جلايكوجينوليسيس بتكسير للجلايكوجين، ده بينكريز ان الجلوكوز اوكسيديشن بيزود لي عمليه الاكسده للاكسجين فيا هيكسو مونو فوسفيت شنط، ده الباثواي اللي بنستخدمه في عمليه الاكسديزيشن بتاعت الاكسجين عشان ينتج طاقه. طيب معايا واحد يا شباب من الايه من الميديتورز اسمه ناد بي اتش بيتحد مع الO2 هيتحول الى ناد بي زائد اتش2 زائد O2 اللي هو الH2O2 اللي هو سوبر اوكسايد عن طريق انزيم اسمه ناد بي اتش اوكسيديز. الH2O مع الO2 هيديني H2O2 كاتالايزد باي مايلو بيروكسيديز MPO ان ذا لايسوسومز اوف النيتروفيل ان ذا بريزنس اوف هالايد، لو في ماده هالايد يعني ايون سالب الميلو بيروكسيديز كونفيرت ال H2O2 الى HOCl، يعني ال H2O ذره منها تمسك في الاكسجين وذره منها تمسك في الايه في الكلورايد اللي هو الهايبو كلوراس راديكال ذا باورفول اوكسيدنت اند انتي مايكروبيال ايجنت ذات كيلز بكتيريا باي هالوجينيشن اور باي بروتين اند ليبيد بيروكسيديشن. ان احنا عايزين نقول ان حدوث عمليه الفاجوسيتوزيس بينشط استهلاك الاكسجين وبينشط تكوين الجلوكوز وبينشط الاكسده بتاعته، جميل. بيحصل لنا ايه؟ ان الناد بي اتش بيمسك في الاكسجين علشان ينتج ناد بي زائد ايونين من الهيدروجين
زائد ايونين من الاكسجين عن طريق تفاعل. التفاعل ده بيحصل عن طريق الناد بي اتش اوكسيديز. خلاص خلصنا كده من الناد، اخدنا منه الهيدروجين. جميل، هنتحد الهيدروجين مع الاو 2، اثنين هيدروجين مع او 2 عن طريق ميلو بيروكسيديز. التفاعل ده بيتم فين؟ في اللايسوسوم بتاعه النيتروفيل. الاتش 2 او 2 ده واحد من المواد السترونج، بالاضافه لكده ان ممكن يبقى اقوى من كده. امتى؟ في حاله وجود ماده اسمها هالايد زي الكلورايد. الكلورايد ده هيتحد لي مع الاتش 2 او 2 هننتج اتش او سي ال، وده باورفول اوكسيدنت اند انتي مايكروبيال ايجنت. الاتش 2 او 2 والميلو بيروكسيديز والهالايد سيستم از ذا موست افيشنت بكتيريسايدال سيستم ان نيوتروفيل. هو ده اكتر سيستم النيوتروفيلز بتعتمد عليه في القضاء على البكتيريا اللي هي بتعمل لها انجلفمنت. طب لو حصل ديفيشنسي للميلو بيروكسيديز، It is the best disease that exemplifies a leukocyte defect in an oxygen-dependent microbial system. لما بيحصل deficiency في الانزيم ده، ده بيعمل لنا بيخلي ان في defect، في عيب او في نقص في الاكشن في الشغل بتاع الليوكوسايت. طيب بعد كده عندنا يا شباب حاجة اسمها ايه؟ radical oxygen species. ايه radical oxygen species ديت؟ they are free radicals and destroy a microbes. زي ايه؟ قال لنا زي ال H2O2، زي السوبر اوكسايد، زي الهيدروكسايد راديكال اللي هي رياكتيف اوكسجين سبيشيز. طيب في مواد ثانيه اسمها رياكتيف نيوتروجين سبيشيز، بدل الاكسجين بقت نيتروجين، بارتيكولرلي NO نيتريك اوكسايد. ات اكت از ذا سيم واي از رياكتيف اوكسجين سبيشيز. طيب كده احنا خلصنا الحاجات اللي هي كانت اوكسجين ديبندنت ميكانيزم. دلوقتي هناخد الحاجات اللي هي اوكسجين اندبندنت ميكانيزم. قال لنا اول حاجه بكتيريسايدال بيرميابيليتي، انكريزنج البروتين. ات كوزز فوسفولايبيز اكتيفيشن اند الممبرين فوسفوليبيد ديجراديشن. ان البيرميابيليتي، البكتيريسايدال بيرميابيليتي بتزود لي البروتين. انكريزنج البروتين، هزود البروتين، زيادة البروتين اللي بيحصل ده بيؤدي إلى الاكتيفيشن بتاعت الفوسفولايبيز، وبالتالي هنكسر الفوسفوليبيد، وبالتالي هنبتدي التشين بتاعت الإيه؟ اللايبوكسجينيز، وإن إحنا بنكسر الفوسفوليبيد انزيم والكلام ده. رقم اتنين، فننشط منها السيتوكاينز، وننشط منها الكومبلمنت سيستم، وبقية الميثودز اللي بتدافع عن الجسم. لايسوسومز دي تاني حاجة ما بتعملش على الأكسجين، اللي causing degradation of the bacterial coat oligosaccharide. اللايسوسومز بتكسر لي القوت اللي حوالين السيل ممبرين بتاع البكتيريا اللي متصنع من الاوليجوساكرايد. رقم ثلاثة، major basic protein، وده موجود في الجرانيول في بتاعه الايه؟ الايزينوفيل. ده بيكون potent cytotoxicity for parasite، وده متخصص ان هو بيقضي على البرازايت، على الديدان او على الطفيليات. في مواد اسمها ديفنسين. الديفنسين ديت ده بيبتايد بروتينات ذات كيل ميكروب باي فورمينج هولز ان ذا ميمبرينز. المواد دي بتبقى بيرفوريتنج، بتفرز مواد زي البرفورين، بتخترق الجدار بتاع البكتيريا، وبالتالي حتى لو البكتيريا ديت قادره تكون سبور فاصله هتبتدي تخترقها ونبتدي نهاجمها ونموتها. دول كلهم مواد ما بتعتمدش على الاكسجين. طيب ايه الديفكتس اللي في الليوكوسايت؟ ايه اللي هي العيوب اللي بتحصل لي في الليوكوسايت؟ هتلاقي عكس الحاجات اللي احنا قلناها، عكس الخمس حاجات اللي احنا قلناها، ان ممكن يكون الديفكت في عمليه الادهيجن بتاعه الليوكوسايت. بعدين هيحصل ايه؟ ده بريفنتس، ده بيمنع النيوتروفيل ادهيجن اند ترانسميجريشن. رقم اثنين، ديفكت ان فاجو لايسوسوم فورميشن، زي ايه؟ كيدياكس ديزيز او شيدياك هيجاشي سندروم. ده بيبقى فيه مشكله في الفاجو لايسوسوم فورميشن، ان اللايسوسوم تتحد مع فاجوسيت القوط اللي احنا ابتلعناها من الجسم الغريب وانها تحللها. الكلام ده ما بيحصلش في الديزيز ده. ديفكت في الناد بي اتش اوكسيديز، ده بيعمل لي كرونيك جرانيوليوميتس ديزيز. واحنا كنا محتاجين الناد بي اتش عشان ناخد منه ايون الهيدروجين نمسكه في الاو 2 ونعمل الاتش 2 او 2 ونكمل الاكسجين ديبندنت ميثود. اخر حاجه الميلو بيروكسيديز انزيم ديفيشنسي. لما بيحصل ديفيشنسي في الام او الام بي او، ده بيؤدي الى ديفكت في الشغل بتاع الليوكوسايت. الديفكت ده ممكن يكون حاجات جينيتك او ممكن يكون حاجات اكوايرد. ممكن تكون المشكله ان الشخص مولود طبيعي بس يحصل له مشكله في تصنيع الليوكوسايت،
يعني يحصل لنا سبريشن، انخفاض في معدل انتاجها من البون مارو، يا اما بياخد راديشن او بياخد كيمو ثيرابي علاج كيميائي، او عنده لا قدر الله تيومر. المشكله ممكن تحصل لي في الكيمو تاكسس لو حصل ثيرمال انجري، او الشخص ده عنده دايابيتس، او لو في مالجنانسي او سيبسز، في عدوى بكتيريه شديده، او اميونو ديفيشنسي في نقص في جهاز المناعه. ان ممكن يكون الديفكت في عمليه الادهيجن، اذا الشخص ده بيعمل هيمو دياليسيس، بيعمل غسيل وبياخد مذيبات للدم ومذيبات للتجلط، فمش هتقدر الليكوسايتس ان هي تلتصق على الجدار بتاع الاندوثيليوم. بعد كده فاجوسايتوزيس اند مايكروبيسايدال اكتيفيتي، الليوكيميا اللي هو سرطان الدم، والانيميا والسيبسيس والدايابيسيس. هنا بقى ان ممكن يكون جينيتك، ان ممكن تكون عيب جيني في الجينات، فيؤدي الى ان يحصل ديفكت في البيتا تشين اوف سي دي 11 وسي دي 18 انتجرنز، المواد دي بتساعد على الالتصاق، فهيعمل لي ليكوسايت ادهيشن ديفيشنسي 1 او فوكسلي ترانسفريز ريكوايرد فور سينسز اوف سايليتد اوليجوساكرايد ديفكت ان ذا اكسبريشن اوف ليجند فور سيلكتين. حصلت السطرين الكبار دول ان هيبقى عندي في ديفيشنسي في المواد المسؤوله عن وجود ماده السلكتينز، واتفقنا ان السلكتينز هي اللي بتعمل لي الويك والترانزيانت ادهيجن، وبالتالي هيحصل لي ليكوسايت ادهيجن ديفيشنسي تايب 2. ان ممكن يحصل لي ديفيشنسي في الاوكسيداتيف بيرست، ان احنا مش هنقدر نحرق الجلوكوز وننتج اكسجين كتير. ان ممكن يكون الناد بي اتش اوكسيديز في الممبرين او سيتوبلازميك يحصل فيه نقص، وبالتالي ده هينتج من او الديزيز اللي هيحصل له هيكون كرونيك جرانيولوميتس ديزيز، وده اكس لينك ديزيز واوتوزوم ريسيسيف. ان ممكن يحصل لي بقى ايه ابسنت الميلو بيروكسيديز انزيم او الاتش 2 سيستم، ده اللي هو الام بي او ديفيشنسي، او ديفكت ان الفاجولايسوسوم فورميشن اللي هو شيدياك هيجاشي سندروم.